الحقيقة القصة هذيك زمان أبوي الله يرحمه انتقل للرياض، كان يعمل في التعليم في المجمعة وبعدين انتقل للرياض وصار يعمل في وزارة التربية والمعارف ذاك الوقت. وطبعا وبعدها انتقل إلى الملحقية في باكستان وسافرنا وصرنا عاد عشنا فترة طويلة برا، لكن الفترة اللي بين انتقاله من المجمعة للرياض إلى باكستان كنا طبعا حتى في باكستان كنا إذا جينا نجي للمجمعة لزيارة الأهل والأقارب. فاذكر انا وحنا تقريبا في ثالث ابتدائي ابوي الله يرحمه راح للظاهر السوق مكان محطه ياخذوا منها السيارات وكذا ما قف وكذا، فلقى له واحد وقال له ها تدل الطريق، قال ابد ما يحتاج، قال ابوي اكيد لا تقعد انا معي عائله توهقني، قال ابد مره ما يحتاج خط المجمع اعرفه اوصلك ان شاء الله، وكانوا يقولون انها 3 ساعات 4 ساعات هذيك الايام في البر. طبعا ابوي اخذ الرجال وطلعوا مع بعض، كانت العاده يا شيخ ايام عيد ولا قبل عيد ولا رمضان لا اجازه انا ما اذكر عد تفاصيلها لاني ثالث بداية وقتها، لكني اذكر ان احنا جايين للسلام على اهلنا في المجمع. وطبعا الشوق زايد ومتحمسين وكذا. جاي من وين؟ من الرياض. احنا طبعا المفروض لازم جايين من الرياض، مو من برا المملكه. لا ما بعد سافرنا، كنا وقتها في الرياض. فالشاهد ان احنا وحنا من اول كانوا يلتقون كل الناس اللي يسافرون يطلعون من الرياض يروحون سدير والقصيم، غالبا يروحون يتحركون من صلبوخ يصلون المغرب والعشاء جمع في صلبوخ ويمشون يختارون في الليل عشان النجم، ومن النجم يصير اسهل لهم في الخطوط. اللي حصل يا شيخ ان الله يغفر لهم ويرحمهم صلينا المغرب والعشاء، ولعلنا قابلنا ناس من الجماعه، من ناس كانوا طلبه عند الوالد وكذا ويعرفون ابوي وكذا، فقابلناهم وسلمنا عليهم. والمهم ان احنا صلينا المغرب والعشاء سوا احنا وياهم في مسجد في صلبوخ، وتقهوينا تحت الشرطن في شعيب عند صلبوخ المعروف، دائما الناس يقفون تحتها ويتقهون. ثم انطلقنا بدينا مشى السواق الله يذكره يغفر له، انسان ميت ويتجاوز عنه ويطول في عمره، انسان حي. مشينا المهم في الليل شوي شوي، المهم لاحظنا ان الرجال قام ما عاد ضيع الطريق، وبدنا ندور ما في فايدة. أنت والوالد وأمك وكلكم. أمي الله يرحمها وأبوي الله يرحمه وأخواني وأخواتي كلنا العائلة كاملة. طبعاً سيارة شفر كبير من أول. حنا صغيرين يعني بزيرات يعني ما. الشاهد إن إحنا ديك الليلة كلها والرجال يدور وعجز يصل إلى يعني مكان يعرف منه وين حنا رايحين. اضطرينا طبعا اليوم اللي بعده، كان طبعا وقتها حر شوي. ام رحتوا؟ هي طبعا وقفنا، قالوا بيوقف لان نشوف لعل النهار اذا طلع نشوف شيء. وقفنا وريحنا وجاء ثاني يوم نفس الشيء. نمتوا في هالبر؟ ايوه ما لنا الا ننام في البر اصلا، ما في مجال يعني. احنا اخذنا على جنب، وقفنا في محل احنا العائله اخذنا على جنب، وابوي وهو راحوا على جهات اخرى. اللي حصل الله يرحمهم، المهم انه جاء اليوم الثاني نفس الشيء، قاموا يدور وكذا عجز يوصل لشيء الين جب الليل. هذا نهار ثاني. البنزين اذكر كانوا يسولفون البنزين لا تمشي واجد، لا يقضي علينا البنزين، وقف ولا تمشي. دخلتوا الحين في مرحله بدينا عاد مرحله الخوف وذا. طبعا احنا صغار ما نحس بها كثر ما نحس بها ابوي الله يرحمه، خصوصا ابوي مع العائله. وفي ذاك الوقت قصص كثيره، ناس تاهوا في الصحراء وهل تو ماتوا كثير. فبدا القلق يظهر على الوالد الله يرحمه وعلى السائق نفسه، بعد كان قلق شوي وانا وتعذر انا والله اني خبر اني عارف الطريق ما ادري وش جاني. انا اذكر انا التبريرات واذكر الشاهد ان احنا جاء في الليله الثانيه، طبعا احنا خلاص يعني البنزين ولا عاد فيه مجال، يعني ما عاد فيه مجال انه يدور اكثر. وفي نفس الوقت وهو يمشي ما يبدو لي عاد الضغط وكذا النفسي وكذا، لعله دخل في شعيب وغرز. أوه. اي والله هذا اليوم الثاني والثالث. اليوم الثاني في اواخره غرزنا، طبعا ما معها احد يقدر لا يدف ولا يشيل ولا. بدا اخوي السبير الدكتور عثمان الله يعطيه الصحه والعافيه يطلع على جبال حولنا تلعات يطلع فوق يدور مع شماغ ويشر لعل احد يرد علينا. الوالد الله يرحمه بدا عاد يقول اختصروا، طبعا من قبلها بفتره ابوي حفظ ما عنده وبدا ينقط لنا تنقيط معنا. والله خلاص بدا عاد دخلنا مرحله شوي فيها شيء من الانزعاج كلنا. انا اذكر يعني حتى كان في شيء من القلق، واذكر ان اطالع في وجيه اخواتي وامي الله يرحمها واشوف ابوي، بديت اترقب. انا طفل يعني في 9 10 سنين، لكني
بديت خلاص اعيش القلق معهم، بديت اترقب ناظر وجيههم اشوف لي احد يطيح، لي احد احس كذا حاسس في شيء بيصير. من سمعنا قصص قبل ناس ضاعوا وماتوا ويطيحون وكذا، فبديت استشعر الخطوره. اي نعم. طبعا نفس الشيء اكيد اخواني مستشعرين، اخوي الكبير واختي وابوي يعني مستشعرين اشد مني يمكن، لكني المهم الشاهد الله يغفر لهم يرحمهم، بدا الوالد يقول كرمكم الله يعني حتى الواحد اجي يقضي حاجته يتبول، تبولوا في علبه لا تبولوا في الارض، خشيه ان احنا قد ما تدري وش يصير يحتاج لها في شيء. بدينا المهم خلاص يعني دخلنا في ذيك الليله في مرحله شيء من القلق القوي شوي. الرجال السائق اذكره كان معصب وصار في نوع من المشاد بينه وبين ابوي الله يرحمهم، يعني ليش ضيعتنا وليش انت في ذمك حنا في رقبك حنا كذا، وبدا اللوم وبدا هو يبرر وانا كنت اعرف وانا ما كنت اعرف. الشاهد جلسنا الليله الثانيه خلاص ذيك اللحظه سيارتنا مغرزه، الاكل ما فيه، الماء خلاص في القطرات الاخيره ما عاد بقي شيء يسوى، طحنا كل ابونا اللي فيه شجره من الشجر حقت الوديان هذه، فيه شجره قبل ما يطيحون فيها الناس ويقطعونها حسبنا الله ونعم الوكيل. السدر والطلاء قبل ذيك الايام اهلي طايحين لهم تحت الشجره، اهلي اليوم الثالث اي متجدعين تحت شجر، وانا اذكر اني كنت عند السياره من طرف والسواق طايح من الجهه الثانيه من السياره من الجهه الثانيه من هناك صاد الله يذكره بالخير او يغفر الانسان ميت، وابوي جالس بيننا وبين احنا العيال يمكن ثلاثه قاعدين جهه السياره واخواتي وامي في الجهه الثانيه. طبعا خيات صغيرات ذيك سويتوا طيب خيات صغيرات ما عاد بدينا شيء بس منتظرين لعل الله يرسل لنا احد، نبي فرج من الله سبحانه، ندعي نستغفر بس ونتشهد. نعم والله كان الله يرحمه يقول تشهدوا يا عيلي استغفروا، كثروا من الاستغفار، استغفروا تشهدوا بس، يعني ما في ما عاد عندنا شيء بيدينا يعني. قال السواق انا يا بروح كاني كان قال ابروح امشي، واذا قال ابوي تروح وين تهلك كتب تروح وين تروح، لا انت بتدل ولا تعرف شيء ولا معك لا زاد ولا معك شيء، وين تروح اقعد درب نحن دربك واحد خاص لعل الله يجي يبعثنا احد ينقذنا. الشاهد يا اخي في ذيك اللحظه، في لحظة اللي تعتبرها فيها شيء من سبحان الله يعني بدأ الأمل يضعف مرة وتعبنا فعلا، وأذكرني أنا من سدح سدح وأخوي جنبي الدكتور عثمان الله يذكره بالخير يقول لي اسمع 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 عمي ناصر جاء، عمي ناصر جاء، فأوجعني قلبي أحس أنه بدأ يخرف ولا وش عمي ناصر، عمي ناصر في المجمع عبد الله الشيخ ناصر الله يطول في عمره، قال عمي ناصر جاء، عمي ناصر جاء، عمي ناصر وين عمي ناصر وحنا فيها، قلت بس بدي خادر بدي حلم يعني. أبوي يقول له تشهد تشهد وانا ابوك، تشهد وانا ابوك، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. قال يبقى عمي، عمي ناصر، عمي ناصر، عمي ناصر، سبحان الله العظيم، تشهد وانا ابوك، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله بس عمي ناصر يقول. المهم ما وعينا يا شيخ سبحان الله العظيم إلا جيب طالع من فوق، واحد من التلاع من فوق سنية تخيلت سدى جيب تايوتا المكشوف القديم تذكر ذاك اللي لونه بيج لون ترابي أو كذا، إلا ما دريت للجيب اللي طالع وجاينا نصو سبحان الله العظيم يوم أكبر وتقل سبحان الله وش ذيك اللحظة أيا كان اللي قادم هو يتطور بالنسبة لنا ما يدري من هو، بس مجرد الجيب شوفت الجيب، الجيب ذا بيطلعنا من التغريز وإن شاء الله بيساعدنا في الموضوع خلاص أكيد يعني بنلقى الخير خيال. ففزينا والله نسينا كل التعب والجوع ما ندري من هو، يوم أني أنا قايم نسيده ما أدري وش وناظر ولا عمي الله يطول في عمره على طاعته عمي ناصر وفي راس الجيب وماسك دربيل أنا أتخيله إلى الآن ماسكن الدربير ويدربل علينا حتى وصل ووقف عندنا وهو لا زال الدربير في عيونه من شدة الشحن اللي صار عنده وعندنا قبل أصلاً. في قدوكم ترى اللي صلينا معهم سبحان الله شوف النصيب اللي صلينا معهم في صلوخ المغرب والعشاء تباطوا العاده الى جو ضيف الا المجمعه تلقى الاخو ولا يعني وصلوا المجمعه قبلكم هم وصلوا في نفس اليوم فهم ينتظرون عمي يسوي عزيمه لاخوه العادة يسوي عزيمة ويعزم الجماعة ويعزم ما ناصر المحرج ما سوى عزيمة لأخوه معقولة فمستغربين فراحوا تشمشمون خبر ليش ما عزم وش عنده وش اللي صاير فمروا جو عند عمي الله يعطيه الصحة العافية قالوا له أبو عثمان وين وين راح ما جاء ما جاء قال أبو عثمان ما جاء ما عندنا خبر نقول لا اتصالات ولا جوالات قال لا أبو عثمان شايفينه هو عياله في صلبوخ متى قالوا من قبل أمس ها
هو اذروم جايين هم المغرب ذيك الليله، استفزعوا هو جزاه الله خير باهل المجمعه وطلعوا معه العوله والحمدون، عاد ما اذكر العوال اغلبهم يعني اللي طلعت ويجري ربعهم اللي والصالح مجموعه كبيره ثم ثلاث جيوب محمله بالرجال. يا اخي سبحان الله العظيم من اول التاخي عجيب والخوف على بعض عجيب. طلعوا كل حمايل كل اهل المجمعه الظاهر طالعين كل منهم نفر أزغل. كلهم جو احنا بعد ما نزل الجيب اللي في عمي جو الباقيين عاد جت الجيوب الثانيه ونزلوا علينا كل ابوهم. يا والله يا شيخ لحظة. الشيء العجيب والجميل فيها اللي تخيله وانا صغير لها الحين طعمه في حلتي لها الحين، نزلوا كل ابوهم اللي شلعوا السياره من الوادي وجروها على طول، واللي جابوا المويه اذكر عمي يقول لنا لا تشربون لا تشربون بس على نقطه نقطه يصبصب علينا صبصبه بالمويه لان احنا هلتين، خصوصا راح عند بنيات هو يشربهن صغيرات، خياتي كانوا صغيرات كلهم، ويشربهن ينقط فيهن تنقيط ويعطون الوالده ويرشرشون عروسهم. اي في ذيك اللحظه انا اتذكر سبحان الله العظيم ما امدانا بس جسم الواحد يبدا يتعود على المويه لان احنا عطشانين صدق، ما امدى الواحد يتعود جسم على المويه الا سبحان الله العظيم ذا الواد مد الشقرديه ذولي تصدق طابخين غداهم، هم جايبين معهم لحمهم شبوا الغداء، ناس شبوا الغداء وناس طلعوا السياره وناس يسقوا النماء، يعني كل خذ دور يعني فريق عمل متكامل لا اله الا الله. شوي اللي جابوا لنا صحن رز ولحم وخير وما شاء الله تبارك الله يحطون لنا رز حنا انا وميمتي الله يرحمها وخياتي وخيالي وابوي مع الرجاجيل مع السواق قعدوا ياكلون هناك. وتخيل المنظر عقب هاك الهلاك اللي قربنا منه وشلون ما شاء الله تبغى انتقلت انه يعني عاد جاء السواق قال برجع عقب خلاص قال برجع انا عارف، قالوا لا والله ما ترجع مش معنا المجمعه وبعدين نرجعك ما واحد من اهل المجمعه للرياض ان شاء الله ونركب معك زباين ان بغيت. المهم جمعنا هو جلس يوم عند عمي وتعشى معنا وبعدين رجع مع واحد من الجماعه اللي يدلون الدرب. هذه من القصه الحقيقه اللي الواحد الله يجزاك خير. الله يجزاك عليكم يا اخي يعطيك العافيه. هلا والله وغلا.